في قداس إلهي مهيب ترأسه الأب علاء مشربش وعاونه الأب جوزيف سويس، احتفلت رعية قلب يسوع الأقدس للاتين في تلاع العلي بعمان بعيد القديسين يوكيم وحنة والدي مريم العذراء، وهو عيد رهبنة بنات القديسة حنة اللواتي يخدمن الرعية في عمان. وهذا العيد هو مناسبة سنوية يجددن به الراهبات نذورهن أمام مذبح الرب عربون حب وسلام والتزام في سلك الرهبنة بكل قوانينها. وقدم الأب مشربش في عظة القداس موفور الشكر وجزيل المودة لتلك الخدمة المميزة التي تقدمها الأخوات الراهبات في الرعية. وفي ختام القداس تبادل الحضور التهاني مع الأخوات الراهبات والأباء الكهنة شاكرين الله على جزيل نعمتي وحسن عطاياه. والجدير بالذكر أن الرهبنة تأسست من قبل الطوبوية أنا روزا، حيث تقوم رسالتها على الاقتداء بالمسيح في سر فقره من خلال روحانية فقراء الله بعون القديسة حنة والدة مريم العذراء، كما من خلال التدريس والتربية وفي الخدمة الرعوية. وتميزت الأم روزا بأن وجهت عمل الرهبنة نحو خدمة الفقراء والمحتاجين والمرضى، وبمعنى آخر لأعمال الرحمة الجسدية والروحية.